معاكم لاعب نادي النصر تركي محمد دوسري مواليد 2008. كنت اتابع مباريات حالي على اي احد عادي، فقررت بعدين اني ادش اكاديميه، ومن الاكاديميه خذوني نادي النصر. بدايتي كنت العب مهاجم، بعدين كنت نجربني باك يمين، ومن باك يمين صرت العب نص. مطلوب من لاعب النص يربط بين الدفاع والهجوم، يلعب باصات زينه، وانه يربط بين اللعب وينقل اللعب عادي. نبلش التمرين اول شيء نلف الملعب، بعدين استرتشات وحماء برازيلي، بعدين على حسب اليوم اذا قبل المباراه ناخذ تكتيك، اذا يوم عادي نلعب استحواذ او اي تمرين، بعدين تقسيمه وخلاص. ووقت التمرين ساعتين 5 ايام من الاحد للخميس. اللاعب اللي متفاهم معاه عبد الرحمن فيصل العنزي، يلعب معي بنفس المركز يميني يكون، ويفهمني بالملعب، يعرف متى ابي اطلب الكره منه، وانه يعرفني يعني شنو ابي بالملعب. افضل مباراه لعبتها ضد برقان هذا الموسم، لعب زين، نغلت لعب، غيرت ملعب. عشان تكون ناجح بين الرياضة والدراسة، أول ما ترجع من المدرسة ذاكر اللي خذيته أو راجعه، بعدين أروح النادي. لما أرجع من النادي إذا كان علي اختبار أدرس حق الاختبار، أو إذا ما علي أراجع حق اللي درسته وأنام. طموحي بكرة القدم أني ألعب مع المنتخب ووصل درجة أولى مع نادي قوي. قدوتي محليا بدر المطوع، عالميا إنيستا. بشكل عام يشجعوني عمامي وخوالي وأهلي، وبشكل خاص أبوي. أشهر إصابات كرة القدم الضامة والرباط والأنكل. إذا تبي تتفاداها قبل أي تمرين أو مباراة أو حمل عالي، إنك لازم تسخن، تسوي استرتشات، تفتح السبرنت على الأقل شوي عشان ترخي العضلة. إحنا كلاعبين كرة قدم نحتاج ملاعب زينة ومعسكرات خارجية ودعم مادي ومعنوي وإعلام. عشان تكون لاعب مميز تحتاج تسمع المدرب شنو يبي منك بالملعب، تمرن بشكل زين وما تقطع وما تغيب على التمارين. انصح اللي ما يلعب رياضه انه يدش اي رياضه عشان ما تحوش امراض، والعقل السليم في الجسم السليم. معكم مسام محمد الكندري، لاعب كره قدم نادي القادسيه، مواليد 2008. قصه دخولي كره القدم، بدايه كنت العب بفريق المدرسه، وكان كابتن فيصل يشوف لاعبين يختارهم واختارني، وجرب نادي القادسية وقبلوني الحمد لله. جربت مراكز رأس حربة مهاجم، والموسم اللي بعده ماكيبين، وحاليا النص. المطلوب من لاعب النص انه يربط بين خط الدفاع وخط الهجوم، وانه يكون كاشف الملعب ويوزع اللعب، انه يكون عنده الاستلام ممتاز، وانه الرؤية عنده ممتازة، وانه يكون مفكر قبل لا تيلة الكرة. التمرين يكون 5 أيام بالأسبوع من الأحد للخميس، والتمرين غالباً يكون ساعتين. أول شيء يبلش تمرين من حول ندور حول الملعب 10 دقائق تقريباً، بعدها استرتشات، بعدين تمرين استلام، بعدين استحواذ، بعدين يا إذا عندنا مباراة جمل تكتيكية وتمارين مثل العرضيات وكذي. اللاعب اللي متفاهم معاه حمد سعيد، إنه يفهم متى أبي الكرة ومتى راح افتح وين اللي ابي الكره ومتى استلمها. افضل مباراه لعبتها ضد نادي برقان، نزلت شوط ثاني اوزع باصات وصنعت هجمات ووزعت يعني باصات، ولعبت سويت مهمات النص اللي علي. عشان اكون ناجح بالرياضه والدراسه، اول ما ارجع من البيت من المدرسه اراجع دروسي اللي علي، لين اروح النادي، واذا كان علي اختبار او شيء اراجع، بعدين انام. طموحي بكرة القدم أن أمثل منتخب الكويت ونادي القادسية. قدوتي محلياً بدر مطوع، وخارجياً كريستيانو رونالدو. أشهر إصابات كرة القدم هي الرباط الصليبي والشد العضلي. عشان تتفاداها أن تسخن عدل، كم سوي استرتشات عدل قبل التمرين أو المباراة. نحن كلاعبين كرة نحتاج ملاعب ومعسكرات خارجية وتغطية من الإعلام. اللي شجعني بشكل عام هم أهلي وربعي، وبشكل خاص حسن أخوي. اللاعب عشان يكون لاعب مميز لازم يكون عنده جدية بالتمرين، وانه يسمع كلام المدرب، وانه يشوف فيديوهات حق لاعبين بمركزه. انصح الشخص اللي ما يلعب رياضة كلش انه يلعب الرياضة اللي هو يحبها ويتقنها، يشغل وقته ويشغل وقت فراغه بشيء شيء مفيد، وانه تبعد عن الامراض. اسمي توفيق كمال توفيق، لاعب كرة قدم بنادي القادسية، مواليد 2008. قصة دخولي كرة القدم كانت عن طريق أكاديميات، بعدين التحاق بتجارب نادي قادسية قبلوني. جربني المدرب بعدة مراكز بخط الدفاع، جربني قلب دفاع يسار وقلب دفاع يمين وظهير شمال وظهير يمين، وحاليا مركزي ظهير يمين ويسار.
المهام الأظهرة أنها تساند الفريق هجومياً ودفاعياً وتكون مركزة. أنا أفضل أني ألعب ظهير يسار لأن عكس ريلي وأشوف تحدي أكثر. تمرين من الأحد الخميس ساعتين، نبتدي التمرين بالتسخين والطوفان حوالين الملعب ونسخن استرتشات عشان الحماية من الإصابة. أنا متفاهم مع خط الدفاع كامل لأن أعرف متى يبون الباص ومتى هم يردون الباص لي ونكون جاهزين. أفضل مباراة مباراة العربي لأني أديت واجباتي الدفاعية والهجومية بشكل إيجابي وسويت اللي يقول عليه المدرب. أرد من المدرسة أراجع اللي خذيته بالمدرسة، بعدين أروح بالنادي، بعدين إذا كان عليه اختبار أدرس اختبار، بعدين أنام. يوصيني المدرب باللعب الجماعي والتفاهم والتركيز. طموحي في كرة القدم إن شاء الله أني ألعب خارج الكويت. قدوتي محلياً بدر مطوع وخارجياً كريستيانو رونالدو. إحنا كلاعبين كرة قدم نحتاج أن بطولات خارجية ودعم مادي ومعنوي. أشهر إصابات كرة القدم تكون بالكاحل، الأنكل والرباط الصليبي، ونتفاداهم بالتسخين جيداً والاسترتشات. يفترض أن يكون اللاعب عنده نظام غذائي بحيث أنه ينظم وقته ويأكل زين، أكل صحي ليساعده على نهاية التمرين بشكل جيد واللياقة حقته. اللي شجعني بشكل عام العائلة وبشكل خاص والدي لأنه يحفزني. اللاعب عشان يكون لاعب مميز إنه يسمع كلمات الكابتن حقه ويتعلم من أخطائه ويشوف لاعبين عالميين في مركزه. أنصح اللي ما يلعب رياضة إنه يكون عنده رياضة وهواية يشغل فيها وقته بشكل مفيد وتحميه من الأمراض. اسمي يوسف، عمري 9، لعبت كرته. دخلت اللعبة 2017 تقريبا، قطعت عنها بعدين رجعت مرة ثانية. أهلي كلهم ما قصروا معي وجهوني على اللعبة. صراحة حاولت مرة دش الكورة لكن ما عجبتني واستمريت بالكرته لأني حبيتها واستمريت فيها وتطورت فيها. بالبداية ما حسيت في صعوبات لكن مع الوقت لما تتطور التمرين يتطور معك ويصير صعب عليك، وهالشيء من صالحك. يعني المدربين يوجهوني على الأخطاء اللي يسويها ويحاولون إني أعدل منها وأخليها شيء ناجح. يعني دعمي لي كابتن فريد من أكثر المدربين نصايح أعطوني، وكابتن حميدو والشباب كلهم اللي بالنادي. طموحي إني أكون يعني لاعب مشهور وأرفع اسم الكويت وأكون لاعب ناجح إن شاء الله. أطور نفسي تقريبا، أرجع من المدرسة أقعد أدرس وبعدها أتغدى وبعدها أروح النادي وأرجع وأكمل دراسة. صراحة من أكثر الأشياء اللي تنقصني شو اسمه اللي هي المعسكرات والتدريبات يعني بشكل مكثف، لأنها تفيد صراحة وتكون رغم التعب حيل لكن بتكون بمصلحتك. أوجه أصدقائي أن يروحون للعب اللي هم يبونها، مو شرط الكمتيه أو الكاراتيه بشكل عام، يروحون للعب اللي يبونها وإن شاء الله يحققون أهدافهم.